كان اضغط حفظ الصورة، وبعد كده حفظ إلى المعرض. ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد جابر وفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب هشرح فيه ازاي تقدر ان انت تعمل صوره مصغره. طبعا الفيديو ده يعتبر واحد من سلسله الفيديوهات اللي انا هشرح فيها ازاي تعمل فيديوهات لليوتيوب. فاعرفك النهارده ازاي تقدر تعمل مصغره بابسط الطرق، ليه؟ طبعا من خلال الموبايل بتاعك. كل اللي انت هتحتاجه واللي انا شرحته قبل كده وقلت ان انا هحتاجه برنامجين، برنامج اسمه بيكس ارت وبرنامج بيكس لاب. البرنامجين دول يعني يعتبر البرنامجين بيكملوا بعض في الفوتوشوب، وانا بستخدمهم طبعا في عمل الصور. فاشرح لكم ازاي تقدر تعمل صورة مصغرة. بس قبل بقى ما نخش في الفيديو ونخش في الشرح والتفاصيل، اتمنى منك ان انت تنزل دلوقتي توقف الفيديو لحظة وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة اول باول. لو عندك اقتراح او اي استفسار اكتبه لي تحت في التعليقات، وهتلاقي في صندوق الوصف روابط حسابات السوشيال ميديا بتاعتي ورقم الواتساب بتاعي لو عايز تتواصل معايا. واتمنى منك بقى ما تنساش لايك للفيديو. يلا بينا نخش نشوف الفيديو. وقف. طبعا يا شباب دلوقتي بعد ما دخلنا على الموبايل هشرح لكم طبعا البرامج اللي احنا هنستخدمها. البرنامج اللي معانا الاول اللي هو بيكس ارت، البرنامج ده، وطبعا برنامج بيكس لاب. الاثنين دول يعتبر برنامج واحد، لانه طبعا فيهم برنامج الخط والكتابه فيه بيكون بشكل كويس وبشكل منظم، فانا بستخدمه اللي هو بيكس لاب، وده اللي هنستخدمه لما نيجي نكتب على الصوره. انما بيكس ارت يعتبر افضل برنامج فوتوشوب حرفيا، ده اللي بنعمل منه بقى تغيير للخلفيات وكل حاجه هنشوفها مع بعض دلوقتي. اول حاجه يا شباب كده نفتح البرنامج بالشكل ده كده، تمام، وهنروح نجيب الصوره. طبعا في الاول زي ما قلت لك ان انت لازم تكون متصور صوره، فانا هحط شخصيتي. وعلى فكره الصوره اللي انا عاملها ديت يا شباب هي الصوره المصغره اللي انت شفتها قبل ما تفتح الفيديو، هي صوره الفيديو ده اللي انا بسجله حاليا. اول حاجه كده هتضغط على المربع ده كده، وبعد كده بقى هنروح نختار خلفيه. طبعا انا هختار الخلفيات بتلاقيها تحت هنا كده، اختار مثلا الخلفيه دي كده اهوت يا شباب. وبعد كده هنروح عند كلمه ادوات وهنروح على قصر، وبعد كده هنقلب هنا كده اهوت، هنلاقي هنا مكتوب هنا يوتيوب، هنضغط عليها. طبعا هنا بتحدد لك الصوره المصغره، حجم الصوره المصغره، لان لو عملتها كده مش هينفع تتحط كصوره مصغره ومش هينفع تتحط اساسا، وهنا برضو مش هتنفع صوره، وهنا يعني لما تيجي تحطها صوره مصغره هيتاكل منها اجزاء كتير، فانت عشان تعملها منظمه ومظبوطه تضغط على يوتيوب دي كده، تمام كده. وبعد كده بقى هتروح تختار الصوره اللي انت هتحطها، تضغط على اضافه الصوره دي كده اهوت. وبعد كده بقى طبعا انا اخترت الصوره اللي انا هحطها واللي هي الصوره دي، وبقى كان نضغط اضافه. طبعا الصوره دي بقى هنعمل لها قطع، هنحرك كده وهنروح عند كلمه قطع، وبعد كده نضغط على الاختيار ده كده، وهنبدا بقى ان احنا ايه نحدد اهوت يا شباب. هنحدد طبعا اي كلام، لان طبعا هو البرنامج هيحدد لك الشخصيه كده كده، وبقى هتضغط على السهم ده كده. هنلاقي ان الشخصية بقى هنا هتتحدد، الشخصية هنا اتحددت بس فينا اجزاء لسه ما اتحددتش، هحددها وهرجع وهنحددها مع بعض دلوقتي. طبعا يا شباب تحديد الصورة سهل جدا، بس يعني لازم تكبر الصورة وتركز في اللي انت يعني في التحديد. هنضغط على التعديل ديت اللي هي رسمة القلم، وبعد كده هنبدأ بقى ان احنا نحدد كده بالراحة. طبعا انا هسرع الحتة ديت من وقت الفيديو. بعد طبعا يا شباب ما خلصت هنا الصورة زي ما انتم شايفين هنا حددتها اهوت يا شباب. طبعا هنا بنضغط على معينة اهوت كده يا شباب، كده الخلفية لسه موجودة، كده الخلفية خلاص اختفت كده تمام. هنضغط على احفظ كده بقى الخلفية الصورة اتحفظت على الخلفية. كل اللي احنا هنعمله بقى هنكبر هنا كده. طبعا على فكرة يا شباب انا يعني قلبت التليفون عرض عشان بس ايه كل حاجة تبقى واضحة اكتر اهوت يا شباب. طبعا الصوريات بحاول بقى ان انا اظبطها كده على الخلفيه، والكلام طبعا هيتكتب في الجنب ده كده. طبعا هنا لازم احط اللوجو بتاع البرنامج على ايدي، فانا البرنامج
طبعا بننزل اللوجو بتاعه، هنروح نجيبه اهوت، بس طبعا لازم نحفظ بالشكل ده كده الاول. كده احنا هنظبط الصورة اهوت يا شباب، خليها كده عشان طبعا الكلام هيبقى في الحتة دي كده. نضغط على علامة صح. طبعا قبل بقى ما نضغط على علامة صح، في حاجة هنا مهمة لازم اعملها، واللي هي الظل. قبل يا شباب طبعا ما احنا طبعا لو عايزين نضيف الظل او اي حاجة من ديت تقدر ان انت تضيفها، مثلا انا هضيفه بس يعني ايه مش هخليش دي. طبعا انت بتتحكم هنا، انا شايف ان كده مناسب. بعد كده هنروح عند الحد ديت، تمام. طبعا هنا بيحدد لك الشخصية، هنا برضو بتختار الحد، طبعا بتختار بالشكل ده كده اهوت. طبعا انا ما انصحكش ان انت تخليها جديده، خليها ايه يعني كده او اقل من كده كمان. كده حلوه يا شباب اهوت، كده تمام. وبعد كده بتضغط على صح. زي ما انتم شايفين الصوره كده بقت مظبوطه، ناقص بقى ان انا احط اللوجو بتاع البرنامج واكتب الكلام. تعالوا بقى نجيب لوجو البرنامج. بعد طبعا يا شباب ما حفظنا الصوره، هنروح على برنامج بيكسل لاب، وبعد كده هنروح نكمل بقيه الصوره. هنضغط طبعا يا شباب هنا، طبعا دي كانت صوره انا كنت بعملها، ف هنضغط على إضافة صورة جديدة من التلات أسهم، من التلات نقاط دول. وبعد كده نضغط على صورة استعمال صورة من المعرض، افتح لي طبعا المعرض وهي ديت الصورة. وبعد كده طبعا هنا هو بيحدد لك، لا احنا مش عايزينها تتحدد، انا عايزينها زي ما هي. كده طبعا الصورة انضافت. اي حاجة بقى كانت محطوطة قبل كده، يعني كنت بستخدم البرنامج ففي حاجات ممكن تلاقيها محطوطة فانا هشيلها. اللي احنا بقى هنعمله هنا ان احنا ايه، هنكتب كلام. هنضغط على الخانة دي كده، وبعد كده نضغط على كلمة نص، بعد كده نضغط على علامة القلم ديت، وبعد كده نضغط على هنا التاني بيقول لي هنا نيو تكست. هنكتب بقى النص اللي احنا عايزينه، هنكتب مثلا يعني نكتب افضل او اعمل صورة مصغرة احترافية، اي حاجة احنا مثلا عايزينها. طبعا هنا يا شباب احنا كتبنا اعمل صورة مصغرة احترافية، طبعا لسه في كلام هنكتبه، بس الكلام ده هيكون بلون تاني ويكون بشكل تاني. هنصغر هنا طبعا، هنصغر هنخش على الخانة دي كده، وبعد كده بقى هنا هتلاقي كل الخصائص اللي انت هتتحكم فيها في النص. تضغط على حجم، وبعد كده بقى هنا هنصغر شوية كده، تمام. وبعد كده هنحطها هنا كده في الحتة دي، وبعد كده نبدأ بقى نعدي نختار شكل النص واللون والكلام ده كله. انا طبعا اكتر لون بحب اختاره هو اللون الاحمر اللي هو اللون ده، ويكون طبعا الخط المحيط للكلام بيكون اسود. بس انا طبعا هنا انا هستخدم الوان كتير لان انا مش هكتب الكلام كله بلون واحد. طبعا هنا بقى هنستخدم الخط، نشوف بقى اي خط احنا عايزينه. مثلا الخط ده كويس، يعني في هنا خطوط كتير تقدر ان انت تستخدمها، وفي خطوط تقدر ان انت تنزلها كمان. طبعا هنا عندك كل الخطوط تقدر تستخدم بقى اللي انت عايزه. مثلا هو العنوان يعني اللي هو اعمل صورة مصغرة احترافية، ده بالنسبة لي يعتبر عنوان الصورة المصغرة، فانا اختاره يعني اختار الخط بتاعه يكون ايه واضح اكتر، اللي هو يعني الخط العريض. طبعا في الكلام بقى التاني اللي هو مثلا من هكتب تحت من الهاتف ديت، بختار لها خط رفيع شوية عن الخط الاساسي لان ده يعتبر الخط الاساسي. بعد كده بتضغط حسنا زي ما انتم شايفين اهوت، وهنعمل بقى تحديد للصورة. هنروح بقى هنا على الخط المحيط، طبعا كل الخصائص هتلاقيها موجودة هنا، خط محيط اهوت، وهنفعل هنا التفعيل فعل اهوت، وبعد باللون الاسود نختار طبعا حجم الخط انا عايزه واضح. يعني ايه والخط المحيط ده يا شباب، كل ما بتكبره كل ما بيوضح الكلام اكتر، بس طبعا مش هنخليه بالشكل ده كده، خليه طبعا واضح بس يعني ايه مش مبوظ الكلام. طبعا انا شايف ان كده مناسب، وانتخر طبعا الكلام كده كده مناسب. طبعا ان انت تقدر بقى من هنا تعمل الصورة يعني تعمل الكلام ده تخليه 3D، تقدر تبينه تحركه كده مثلا، يعني تقدر ان انت تعدل فيه وتقدر تخليه كده، وتخليه طبعا 3D بالشكل ده كده اهوت. طبعا ممكن هنا ان انت تختار نص 3D بتفعلها بيظهر لك النص 3D، بس انا طبعا مش عايزها 3D عشان يعني انا عملت صور كتير 3D، فخلينا في الشكل ده كده، انا شايف ان كده كويس. بعد كده هنضغط على الخانة دي تاني ونضغط نص جديد، هنضيف نص جديد. طبعا هنا يا شباب انا ضفت النص التاني، هنكتب مثلا فيه من الموبايل او باستخدام الموبايل اهوت يا شباب.
تمام كده يا شباب، كده النص اتكتب، هنعدل عليه هو كمان، نضغط عليه كده، وبعد كده هنروح نغير طبعا الحجم ونغير اللون. طبعا مش هختار نفس اللون اللي انا اخترته قبل كده، نختار مثلا لون تاني، اختار مثلا اللون، أو طبعا لو في اي لون من ده ما انتش عايزه تقدر انت تضغط على علامة الزائد دي كده وتختار بقى درجة اللون اللي انت عايزه. مثلا اخليه باللون الازرق، يعني مثلا اللون ده كده، تمام كده الخط اتغير اهوت يا شباب. هنبدأ طبعا انا هحط له خط محيط عشان يظبط شوية. بعد هنا بقى هنغير الحجم مثلا كده، كده انا شايف انها مناسبة اكتر. هنختار بقى ايه شكل الخط. انا زي ما قلت لكم ان انا هنا هستخدم خط ارفع شوية من الخط الاولاني اللي انا استخدمته، لان ده يعتبر مش الخط الرئيسي او مش الخط الاساسي او مش النص الاساسي بمعنى اصح، لان طبعا النص الاساسي فلازم اعرضه عشان يكون واضح اكتر من النص التاني. فهنا بقى نستخدم مثلا الخط ده، حلو برضو، ممكن احنا ده كده يا شباب هنستخدمه ونضغط حسن كده اتكتبت، بس طبعا الكلام بقى كبير شوية، فاحنا هنا هنصغر حجم، هنصغر بقى الحجم يا شباب من الحجم، صغره بقى شوية عن كده اهوت، وبعد كده هنتخره كده في النص ونعمل له طبعا خط محيط وقريب من حجم الكلام الرئيسي، بس احنا لازم نصغره شوية. بس كده يا شباب مية مية. هنروح بقى ايه للخط المحيط، وهنبدأ ان احنا بقى ايه نعمل له خط محيط. الخط المحيط بقى هنا ممكن اسود برضو كويس، بس طبعا كده يبقى واضح اكتر، احنا عايزينه مش واضح، يعني ايه الخط الرئيسي هو اللي يكون واضح اكتر. كده انا شايف ان هو كده مية مية اهوت يا شباب باستخدام الموبايل، ممكن نرفعها فوق شوية كده، كده كويس كده. بقى احنا هنحفظ الصورة على الشكل ده، نحفظها من هنا كده، وبعد كده نضغط حفظ الصورة، وبعد كده حفظ الى المعرض، وكده يا شباب تكون الصورة المصغرة بتاعتنا خلصت. طبعا كده يا شباب انا شرحت لكم ازاي تعملوا صورة مصغرة باستخدام برنامج بيكس ارت وبرنامج بيكس لاب. طبعا البرامج دي هسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف، يعني برامج سهلة وطبعا تعتبر افضل برامج للفوتوشوب على الاندرويد. طب كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان كل فيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم على المشاهدة، كان معاكم محمد جابر، سلام عليكم.